Yeah. <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم مصداقا لقول الله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ومصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ايها الاخوه والاحباب تحية نضالية حارة من صميم القلب إلى أبناء الريف الشامخ العظيم المقدس وإلى إخواننا في, إخواننا في باقي المدن المغربية الأخرى إلى المغارب الأحرار والحرائر إلى إخواننا في المهجر ريفي الشتات الذين عانوا, الذين عانوا ويعانون التهجير والحصار تحيه اجلال للمراه الريفيه العظيمه الشريفه العفيفه تحيه كل التحيه لمن يقفون الى جانب المستضعفين في البلاد والمحاصرين من النظام الدكتاتوري ايها الاحبه كلكم شاهد كيف ان الجوقه او العصابه من البلطجيه التي اتهمتنا بالامس باننا انفصاليين ظهرت اليوم كالشياطين تجوب أزقة, ومدن ازقه وشوارع مدينه الحسيمه طبعا تناقض صارخ عند هؤلاء تناقض واضح الا لمن لا يريد الخير لهذه المنطقه الحمد لله كلكم شفتوا أن البارح الجوقة أو العصابة كما سماها محمد بن عبد الكريم الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ظهرت وهي تجوب أزقة وشوارع مدينة الحسيمة وهذا بفضل الحراك العظيم المبارك المقدس عمركم شتو الحكومة كتمشى في الزناقي عمركم شتو الوزراء كيتمشاو يتسولون الوقوف إلى جانب الأحرار أبداً لولا هذا الحراك هذا ما كان لهؤلاء ان يتواجدوا بمدينه الحسيمه ولكن بفضل عزيمه الاحرار والحرائر وصمود وثبات اهل الريف والى جانبهم من يدعمونهم من اخوانهم في باقي المدن المغربيه الاخرى ومن اخواننا من ريف الشتات الذين تم تهجيرهم من طرف الحسن الثاني لما توجدت هذه البلطجيه اذن من كان يريد ان يجر البلاد في الامس الى مستنقع من الدماء ويريد ان يجر البلاد الى الهلاك واتهموا اخوانهم بين قوسين او اتهموا ابناء الريف بانهم انفصاليين الان يتسولون الوقوف الى جانب ابناء الريف لا لشيء ليس حبا ولكن بقدر ما انها سياسه خبيثه خسيسه من هؤلاء هدفهم نسو الحراك ليس الا هدفهم تقزيم الحراك ليس الا ولذلك كان تواجدهم هنا تواجد مشبوه تواجد مرفوض بتاتا لان هؤلاء لا يريدون الخير للمنطقه يريدون ان يحاصروا المنطقه مزيدا من الحصار مرتزقه وبيادق الداخلية، وزراء يترأسهم وزير الداخلية، إنها دولة ترفع شعار الديمقراطية ودولة الحق، ودولة العهد الجديد، ودولة المؤسسات، وزراء يقودهم وزير الداخلية، إذا لدينا مجموعة من التحفظات على هؤلاء البلطجية، التي اتهمتنا بالامس على اننا انفصاليين الحكومه المرؤوسه والمحكومه من وزير الداخليه اللي تقارير مشبوهه وباغي يورط ابناء الريف في حرب معروفه هو قتل ابناء الريف واعتقال واختطاف شان ما ارتكبه الحسن الثاني في 58 و59 اليوم توجه هؤلاء من اجل ماذا من اجل نصف الحراك اولا لفتيت الذي كان من المفروض في دوله المؤسسات ودوله الحق والقانون ودوله الديمقراطيه كان من المفروض ان يتم اعتقاله والزج به في السجن لانه كان يريد ان يجر البلاد كما قلنا الى مستنقع من الدماء وكان يريد أن يصفي أبناء الريف في حسابات ضيقة يقول أن الزيارة إلى مدينة الحسيمة تتوخى من أجل سيل الأشغال المنجزة شنا هما الأشغال اللوصة والتروتوار هادو هما الأشغال المنجزة المنجزة يعني راه صافي صافي دارت كملت سالات هذا الفتيت وزير الداخلية كيتكلم عن اللوصة وزير الداخلية اللي كان باغي يقتل يقتل الريافة يتكلم على المشاريع المجهزه هما اللوصة والبولا باش تعرفوا وزير الداخليه شنو هو خاطئ أو كذوبة. البارح عطى تقارير خاطئه ومكذوبه واليوم جا عند الانفصاليين البارح كيقول لنا نتوما انفصاليين وانتوما خربتوا هرستوا وحرقتوا درتوا واليوم جيت تلقى بالانفصاليين اش هاد التناقض اللي عندك ها اش الهزيمه انت هزمتي امام صمود الاحرار إنهزمت شر الهزيمه لماذا لانك متناقض لانك تريد ان تجر البلاد الى واد من الدماء هذه من جهه الحاجه الثانيه هذا الشخص هذا كيف له ان يقود الوزراء قلنا لكم ان العهد دي البصري مازال ما كملش عهد البصري مازال كاين ومازال وزير الداخليه يتحكم في زمام الامور وفي مستقبل الدوله بين قوسين يا للعجب وزير الداخليه لكي كيعطي الفرصه بين قوس العدو الخارجي النقط فين غيشدو هذا وزير الداخليه كان المفروض غيكون في الحبس ماشي شي يتواصل هنايا بين قوسين مع الانفصاليين البارح قلت انفصاليين ودابا كدير يدك في هذه من جهه حصاد اللي كان في وزاره الداخليه ولا وزير التربيه الوطنيه والتعليم العالي قلت لك تعريف المنطقة أكبر نسبة نجاح في جميع المستويات خصوصا البكالوريا وعازمين على بناء نواة جامعية ولكن المشكل فينا هو عندنا مشكل أنه ما تتوفر الأرض سح الصاد نهار كتبغيو تسرقوا نهار كتبغيو تاخذوا الاراضي تعطيوها للشركات الخاصه كتديوها لهم 70 درهم الشيء اللي وقع هنا في الجبل وقع في سميتو في بادس وقعت في المناطق اخرين امر عادي جدا دابا كديروا لنا مسمار مرجحة بغينا نديروا نواه جامعيه ولكن ما عندناش فين غنديروا الجامعه زعما نتوما وحلت لكم في الجامعه وفين هم اللوبيات العقار اللي سرقوا الاراضي للبسطاء علاش ما تحيدش ليهم ودار فيها نواه جامعيه ودار فيها جامعة متعددة الاختصاصات دابا نتا حصاد وحلت لك فوق وحلت لك في بقعة أرضية باش غادي دير نواة جامعية تستحمرون وتستقردون وتستقبلون المواطن المواطن الريفي أذكى منكم بكثير لأن بذكائه ورطتكم تورطتوا كلكم وانهزمتم أمام الصمود وذكاء أبناء الريف وحلت لك في, 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 العقر وحلت لك في الأرض زعماء نهار كتبغيو ديروا شي حاجة خاصة لكم كتحيدوا المواطن كتخليهم ساكن البوبريه كيبكيو ودابا جاي تقول لي راه عندك وحلة في العقر مسمار جحا وهي الوزارة وهي الوزارة اللي غيبانوا حتى في المحافل ديال الدول الدوليه ويبانوا حتى لا كاريزما لا هيبه لا مستوى لا شيء فاشلين بامتياز مجموعه من البلطاجيه كسالى مرفوضين من جميع والوزير الوردي شنو قال من نهار سمعنا المخزن كيحكم وحنا كنسمعو كي تأهيل المستشفى ديال محمد هونيل تأهيل المستشفى تأهيل المستشفى هاد الأسطوانة المشروخة طلعت لنا في الراس نهار جيتي في حملة انتخابية لمدينة الحسيمة قلتي نفس الكلام وأول ما درتي مشيتي سديتي بويا عمر وطلقتي الناس مساكن اللي حومق في الشوارع بويا عمر خصك أنت تمشي ليه وأنت اللي خصك تشد بالسلاسل والأغلال لأنك كذاب ومنافق ودجال وماشي وزير اللي غيخدم المواطنين او غيخدم الدوله ما فيكمش روح المواطنه المواطنه عندكم شنو هي سرقوا تنهبوا خيرات البلاد ولادكم يدرسون في, في افضل المدارس في كندا في امريكا وفي فرنسا من اللي عرفناك تاهيل 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 تاهيل, تأهيل والمستشفى ما فيش ابسط شروط ديال العلاج علاش لانك كذاب وجيتي في الحمله الانتخابيه قلت ان المستشفى غادي تدار وانت يصدق فيك قول الله سبحانه وتعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار المنافق الكذاب دابا الحراك جابكم علاش باش ديروا واحد الناس في الحراك ما تقدروش ما تقدروش لان الحراك قوي عليكم وفيه اذكياء الجماعه الشعبيه كتخش الشارع اذكياء عليكم نتوما وفد وزاري يترأسه وزير الداخلية هل ها اللي قلنا لكم كان حاليا بكم تقدموا اعتذار للريفيين الشرفاء أسيادكم لأنكم اتهمتموهم بالانفصال يمكن تواجدوا مع الانفصاليين أشهد أشهد تناقض عندكم أشهد تناقض او اللي واش هادو الوزراء اللي غي غيقدموا البلاد واش نتوما هما اللي غتقدموا البلاد ها فضحتونا أمام العالم فضحتونا فضحتونا عريتونا وفي الحقيقه ما عريتو الا انفسكم ثل من البلطجيه على راس الحكومه والمكتب السياسي ديال التجمع الوطني الاحرار بين قوسين فينا هما الاحرار لان الحر لا خطوط حمراء له من يمس الانسان فلا خطوط حمراء له خرج ببيان اخنوش اخنوش وهي اخنوش والله لو اننا في دوله الحق والقانون تكون غادي تكون من بين المعتقلين في السجون قال لك استغلال المطالب الاجتماعيه للمواطنين ومحاوله الركوب على تطلعاتهم المشروعه من اجل اهداف غير معلنه يسيء للذاكره التاريخيه للمنطقه السي اخ نوش يتكلم على الذاكره التاريخيه للمنطقه اخ نوش اللي ما عرفش يجيب جمله مفيده شكون اللي سال للذاكرة ديال المنطقه 58 وثمانين، 84 2017 وانت متورط في مقتل الشهيد محسن فكري بحكم انك الوصي على القطاع ديال الصيد البحري وجيت تستحمرنا تستبغلنا ها عندك جوج دريه مات وبغيتي تفرعن علينا هنا في البلاد ويسحاب لك المواطنين راه كلهم يخافوا منك ها لو اننا في دوله الحق والقانون انت كنت تواجد في الحبس لان بسببك وقع تهريب للثروة السمكية تهريب للثروة السمكية خصوصا هذه المنطقة واللي انت كان من المفروض عليك كما قلنا تواجد أمام القضاء ولكن للأسف القضاء بالتليكوموند قال لك قال لك تسيء للذاكرة التاريخية انت عارف شنو هي الذاكرة التاريخية ها نقسم لك بروبي ما عارف حاجة على التاريخ المغرب لأنك علاش قريت في فرنسا وعشتي على برا وكذا 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 ايش غتعرف ايش غتعرف ما عندك ما تعرف انت لذلك كلكم لستم الا ثلة من البلطجيه عندكم جوج دريهمات وكتقواو علينا البساطة صحاب لكم راه الزمان ديال ديال الاخر ما غاديش تخوفونا هذه حقيقه راه الا الا قتلتونا راه مفخره بالنسبه لينا استطعنا وهزمناكم وانتم منهزمين منبطحين جيتو كتجلو ولو جايين وكيدورو في الزناقي كيدورو في الزناقي بحال زعمارهم جايين يحلوا المشكل نتوما جيتو نتوما جزء من المشكله وماشي من الحل نتوما جزء من المشكله عرفتي شنو درتو ولا درتو كارثه جريتو البلاد للدمار لان عقليتكم متعششه في هذا الارهاب حنا بغينا الدوله تولي بحال السويد تولي في حال النرويج في حال ايسلندا في حال المانيا في كندا نتوما لا يا اما تكونوا معنا في الفساد يا اما داعش داعش هم انتما لانكم لا تفكرون لمستقبل البلاد ولا لهموم المواطنين أنتم انفصاليين عن هموم المواطنين الوطنيه تتجلى لكم في السرقه والنهب والاحتيال والتزوير الناطق الرسمي اللي قال لك مسيره الخميس سلميه كانت جوابا هذه المسيره السلميه كانت جوابا على بياناتكم المشؤومه وانا عارف ان المخابرات هي اللي لك كتبت لكم البيانات لان انتم لا تحسنون ان تؤتوا بجملة مفيده فكيفاش غادي تقدروا ديروا البيانات واحد اللي كيخرج كيقول لك الاواني الاخيره وما يقدر يقول الاواني الاخيره قال لك الاواني الاخيره هذا عارف وقيلا راه ضربوه بالمقله للراس وقالت ليه دوك في الراس قال لك الاواني الاخيره وقال لك ان الشباب داروا سلسله بشريه لحمايه رجال الامن وهذا ناطق رسمي هذا ناطق رسمي هذا اللي غادي توقف انت مع الصحافه الدوليه ها شوف على التضارب وازدواجيه في القرارات وازدواجيه في المفاهيم عندهم إلى حنا خارجين بالسلميه والاجهزه القمعيه وهاد السخط ديال 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 السيارات اللي كترعب المواطن وكتواجد هنا في السونتر وحتى اللي الساحه العموميه الناس يعني حتى بغات تنفس ما تقدرش كان من المفروض دوك الاجهزه سيديهم وجوبهم المرتزقه في كلكارات ماشي تجيبوهم عندنا حنا وقال لك مسيره سلميه وسميتو الشباب دايرين دايرين سميتو دايرين سلسله وشهد شاهد من اهلها انت اعترفتي الناطق الرسمي انت اعترفتي دابا انا بغيت غير نفهم واش هذاك عقلك ولا تسلفتيهم الجيران غير بالله عليك خرجتو وقلتو باننا حنا انفصاليين وخربنا ودمرنا وفعلنا وفعلنا اليوم كتخرج وكتقول مسيره سلميه والشباب داروا سلسله لاخر واش هاد العقل بالله يعل واش واش كتسلفوا العقل ولا ما شنو ما عرفتش ما عرفت دابا العقل اللي عندكم نتوما واش سلفتوه ولا شنو من تستحمرون ما شكون كتستحمروا شكون هذا ناطق رسمي يا عباد الله اذا ما دام حنا خرجنا في مسيره سلميه ودرنا سيسيلا وقلتوا حنا مخربين وهل نحن مخربين اذا الكلام مردود عليكم يا معشر البراطيجة يا معشر البيادق يا حكومة المحكومة من وزير الداخلية نعطيكم حاجة في البرنامج استعجالي الملك واحد دول مرة تواجد في الناظور قال لي هم ما غمشيش الحسيمة علاش يعني على الطريق اللي كانت كتربط الحسيمة بتازة واللي من ما عرف شحال من عام وهي خدامة قال لي هم ما نمشيش مزيان شحال من مشاريع امام مراه واعين الملك تم التوقيع عليها وكتبوا على الملك شحال من مشاريع اللي قالوا لنا هنا من نهار بدا كيجي الملك المنطقه من نهار تولى الحكم هو كيجي كي لهاد المنطقه شحال مره كيحطوا ليه لي بروجي مشروع 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 مشاريع مشاريع كتبوا على الملك امام مراه والاعيون ديالو كذبوا عليه وبغيتنا بغيتونا حنا نصدقوكم امام جوليسكم مع البيادق دي والنصوص ديال الجمعيات وكذا وداك بين قوسين دوك الكروش الحرام ديال المنتخبين كذبتوا على الملك وحداه وحراه هاد البيادق ثم من يمثلون هؤلاء المنتخبين خرجت ربع مليون في المسيره ديال الخميس ربع مليون اللي خرجت عباد الله والمنتخب ما مقدوش يجمعوا حتى جوج الناس وجلستوا معاهم مع العلم ان الوالي لعقوب البيدق والبلطاجي الكبير بخس المنتخبين الصلاحيات ديال المنتخب حيدها له هو ودخل في شؤون القضاء ودابا كتقولوا لينا مزيان في البرنامج الاستعجالي في 2009 2012, 2012 كانت خصها تكون واحد الثانويات بني احمد اي مكزن 2009 ال2012 كانت خصها تكون ثانويه ملي بان الحراك عاد بان اليوم ديك الثانويه يلا غادي يبداو فيها في هاد اليومين من يراقب هؤلاء شكون غيحكم على هادو فين هي اللجنه الا هي الفرقه الوطنيه 2009 ل2012 2012 والثانويه خصت تكون حتى 2017 مناره المتوسط منارة المتوسط اللي كان خصها تعطي الانطلاقه ديالها في 2015 الى 2019 خديتو سرقتو كانت مق م... يعني م... مقدره ب 500 و 56 مليار تقريبا 70% سرقتوها ونهبتوها بالحراك قوي جيتو كتجريو اش غتبنيو في 30% ثم من المسؤول على هذا المشروع منين انا مسؤول شكون هو المسؤول في 2000 علاش ما علاش ما بداش هذا المشروع في 2015 علاش حتى دابا وزيد هاك فسال الولي يعقوب اللي جايب عائلته كلها تخدم هنا عنده مقاولات جايب لينا 300 شي حاجه مقاولات وبخص لينا هنا وحصر لينا المقاولات ديالنا ديال الشباب اللي كاينين هنا والمهندسين والطوبوغرافيين والمكتب ديال الدراسات كلهم جايبين على برا لان ما عندوش الجرأه يدير البطاقه التقنيه ويحدد لاطات امتى غيبدا المشروع لان الا تحتها خصو يتحاسب خصها في 2015 تكون الانطلاقه ديالها ما كناش. لصوص منافقين باش تعرفوا المسؤولين اذا هادو الا كتبوا على الملك مباشره بغينا نصدقوكم احنا في الاجتماع السري المخابراتي بين الم... ما يسمى بالمنتخبين وبين ما يسمى ب... بسميتو بالاخر ب... ب... بجمعيات من يمثل هؤلاء يمثلون أنفسهم ثم دوك الجمعيات نحن اليوم كمواطنين يجب محاسبتهم دوك الفلوس اللي كتعطيهم الدولة فين كتمشي خصنا نعرفوا هاد الفلوس فين كتمشي هذا اعطيه 15 دالمليون هذا اعطيه سبعة مليون هذا اعطيه خمسة دالمليون هذا اعطيه ثلاثة مليون فين كتمشي هاد الفلوس فين فين خصنا نعرفوا خصنا المحاسبة فين كتعطي باش نعرفوا الفلوس فين كتمشي وجمعتوا لي الجمعيات الخبزيه باش تسوقوا الصوره ديالكم الاعلاميه على برا احنا راه كنجتمعوا ها وزير الحصاد ها الفتيت ها الوردي ها فلان ها فلان كيتمشاو في الشارع بعدا تعلموا تمشاو غير على التروطوار غادي في وسط الاخر الطريق ودايرين عرقله ديال السيف تمشاو تمشاو على التروطوار هي الاول تعلموا تنشوا على الترطوار. إذا تواجد ديال هؤلاء هنا من أجل نصف الحراك، من أجل تبخيص الحراك، من أجل حصار الحراك، لأن يعني الحراك اعتصف على الدولة المخزنية وبين على الهشاشة ديالها اللي استعملت فيها المخابرات. جميع الاساليب هاجمه الاعراض صفتة البلطجيه تم اتهامنا دون دون حجه ودليل والفضيحه ديال ديال هذا اليومي صفحه محبي الملك محمد السادس وحنا عارفين ديال المخابرات تقول ان ناصي الزفزاف يجالس رئيس المخابرات الجزائريه طز رئيس المخابرات الجزائريه ثم اتضح ان نفس الشخص الصحفي اللي كان دار معايا استجواب بخصوص الاربعينيه هو نفسه من جلس العثماني اذا العثماني يعمل الجهات الخارجيه ها العثماني يخدم جهات خارجيه وانتم ديرو رئيس حكومه خدام الجزائر ها انا وليت كنشك لانهم اتهمتونا بالانفصال بغيتي البلاد المستنقع من الدماء تخدمون أجندة الجزائر ها بغيتو تضعفوا الدولة من أجل تقوية الجزائر إذا اليوم نتوما أش كديرو كتلعبوا اليوم كتلعبوا نتوما المسؤولين فبدل تحقوا الحقوق المواطنين يرجعوا لديورهم كتولوا تزيدوا تكبروا هذا الشيء اذا ما دمتوما بغيتو تكبروا هذا الشيء فاحنا الحراك راه مستمر سنستمر في مسيراتنا والمظاهرات ديالنا والوقفات ديالنا وفضح العلاعب ديال الدوله اللي كتجاهل المواطنين وكتجاهل حقوق المواطنين اذا تواجدكم تواجد مشبوه وزير خنوش بدل انه يساهم في تحقيق الحقوق وحق واحد الحاجة معروف أنه رمضان على الأبواب رمضان على الأبواب وحنا عارفين في رمضان أن السردين كيولي يدير 30 40 درهم والكروفيت كتولي يدير 170 درهم الصول كيولي دير 150 درهم حنا غنقولوها لكم من هذا النهار السردين إلا فات على 7 دراهم والله سنأخذها مسيرات إلى الميناء سنخوضها وقفات احتجاجيه نهار اللي غنسبعو السردين فات سبعين درهم المسيره للمرسى احتجاجات الحسيمة معروفه بالثروه السمكيه فيك كتمشي هذه الثروه الحوت كي يخرج من الحسيمة السردين كيدير فاس سبعين درهم سبعة دراهم الحسيمة كيدير ربعين درهم أو اين جبتوا هذه إذا مادام انكم ما غاديش ديرو لاخور لان هنا في الحسيمه التكلفه ملي كيتقدى الولي كيتقدى البوبري حنا ما عادوش السوق هنا البطاطا المطيشه كتولي دير خل... سمي 17 درهم اكثر من البنات كتر من لافوكا اش هذا اش هذا اش هذا المنكر اش هذا الظلم اذا كل هادشي سببه غياب تام للمراقبه ديال القطاعات واولهم الوالي اليعقوبي بحكم هو وصي على رؤساء القطاعات خصهم يراقبهم والله يفوت سبعه دراهم سنخوضها مسيرات باش تعرفوا انكم مع الرجال الاحرار والنساء الحرائر سبعه دراهم وغالي سبعه درهم وغالي مازال وما تنساوش ان الصيف ان شاء الله على الابواب 20 في شهر 7 سنخوضها مسيره تاريخيه مليونيه ردا على تجاهل الدوله ردا على تجاهل الدوله للملف الحقوقي مطالب اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه والمطالبه بالغاء ظهير العسكره وردا على ما نطق به الناطق الرسمي باسم الحكومه على انه تم الغاء الظهير ولنا الظهير الظهير لا يلغى الا بظهير وكفى الله سبحانه وتعالى نبغي يحيد شي ايه كي ايه اخرى الناسخ والمنسوخ وما تفلوش عليه وما تستحمروناش دعكم من لا الاستحمار اما الفساق بهذا المصطلح الفساق من ائمه الجهل المطبلين لسياسة المخزن خرجوا اليوم من أوكارهم سكتوا ظهرا ونطقوا عهرا ببيان مشؤوم كانوا ملزمين به أو مدفوعين من طرف المخابرات دوك اللي كانوا اللي يحسبون نفسهم فقهاء في أوروبا اللي لنا بالبيان باش يضربوا في الحراك التكوين ديالكم تكوين مخابرات بامتياز الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فهو ليس منا إذا أنتم لستم منا ونحن لسنا منكم إلى الجحيم وإلى مزبلة التاريخ يا أحفاد أبا لهب وأبا جهل ثل من المرتزقة تصعد منبر رسول الله لتهاجم البسطاء والفقراء والكادحين والمظلومين والمقهورين من طرف سياسة المخزن خسئتم والى مزبلة التاريخ لرحم الله فيكم مغرز إبرة يا اعضاء الله ورسوله والفقراء غادي نرجع سميتو للولي اليعقوبي بدل ما تجول الشوارع سير راقب رؤساء ديال المصالح وشوفوا واش كيجيو في الوقت وشوفي واش خدام خدمتهم سيطل شويه على المرصى شوف الفساد اللي كاين تما وانطلق من الاداره ديالك الفساد اللي عندك في الاداره ديالك ثم بعد ذلك تكلم وحتى انت تكون عندك الشرعيه ديك الساعه اما ل الان لا شرعيه لك لانك انت كنت غادي تجر البلاد لشي مصيبه لذلك لا ننسى اننا اليوم في معركتنا لا تراجع ولا استسلام إما أن نعيش بكرامة أو نموت بكرامة فإذا كانت الحياة ستكون حياة الإذلال فإننا نفضل الشهادة في سبيل هذا الوطن لن نقبل أبدا بأن تساء أعراض أن تساء أعراض أن تساء أعراض نسائنا وأنتم اليوم خدامين باش تدخلوا لنا ديال الخليج معروفين بالاغتصاب ديال الأطفال بالفساد ديالهم اضمار اذا عفنت اذا اليوم الا ما تحققش في الحقوقي راه والله لا رجعنا للديور ديالنا معركتنا ستطول اذا ما تجاهلتم الحراك وكل ما كل وسائل غتستخدموها فاننا انتصرنا وحنا عرفنا اننا انتصرنا 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 التواجد ديالكم بعد الخرجه الاخيره ديال الحكومه ديال البلطجيه واليوم تواجدهم هنايا عرفنا انكم انهزمتم انهزمتم امام صمود الاحرار اما بعد اللايفات اللي كتخرج شي قريتز وشي مرتزقه بالاحرى ان اللايفات ديالكم توجهوها الحكومة اللي اتهمتكم بالانفصال واللي بغات لكم بطريقه باش يغتصبوا هنا الاخوات ديالكم ماشي تدخلوا لنا بسميتو اللايفات اما شكا خليد التعمير المنفقة في قاعده قتغيله سنخصص حلقات في رمضان باش نكمل مليح عاد دوي غير كوشطاني غادي نقيمو خو راح يتقرا خافي سين سين زير فوت سينوني كسواتي دورو عاد عاد لان شك ثوكات كوشطاني ثوكات اكيد دور غرو خاطش مي غاسيو في ذاك الدور الجاهل الامي اجنا اجنا تحاموش تبدبح تحاموش تكوح فقاركم دايرين فيا في فيريفيا سكيكم تيجي التحيه تام كانت الصارع الصرع ايش نتحاموا تمسكين هذه التلميذه تاع كوح لذلك قراكم في فيريفيا صوركم تيجي التحيه تيش تيجي التحيه تام قران وانا في الايام القليله القديمه غادي نلوح لكم واحد القنبله اللي غنفجر بها الحقيقه ديال الدوله المخزنيه لان دابا في معركه ما خصناش نجمعوا كلشي في مره لذا أقول أن المعركة ديالنا ستطول إذا ما تعنتت الدولة المخزنية مع هذا الحراك هذا إذا غير يكونوا مطمئنين أنا لست زعيماً لست زعيما ولا أبغي المناصب أو الكرسي أنا فقير ابن فقير خرجت مع جميع المواطنين نقول لا للحقرة لا للظلم لا لتحنمو ولكن ما كان المساومة وما كان نبيع ولا نخون فالتواجد ديالكم بعد ما استنفدتوا جميع الوسائل باش تطحنوا هذا الحراك هذا ما قديتوش علاش لاننا حنا لا نمتهن النضال ولا, نبغ... ولا نبغي المناصب وانما نريد المصلحه للجميع بغينا المصلحة للجميع كل شيء خدم كل شيء قرا كل شيء يلقى العلاج ما نحقروش المواطن اليوم وليتو كالبراغيث اللغة اللي داروا لي اللغة اللي دارت اليوم لي... سميتو الوزراء داخل داك الاجتماع المشبوه مع المرتزقة ديال المنتخبين والاخر هي لكت... لغة اكلوني البراغيث ما فهمنا فيها حتى حاجة وملي كيكون الرهان على الاحرار والشرفاء ملي كيكون الرهان على الاحرار والشرفاء فلا خوف ولا تراجع لا خوف ولا تراجع ولن نخاف ولن نهاب قمعكم ولا اعتقالاتكم ولا تخويفاتكم ولا تهديداتكم في جميع الحالات انتصرنا انتصرنا لأن ثقتنا بالله ثقتنا في الله والله أبدا أنه يقف إلى جهة الظالم الله مع المظلوم هو بنفسه قال إني حرمت الظلم على نفسي حرم الله تعالى على نفسه هذا إله خالق الكون ويجيك الفتيت يقول لك تقرير انا زدت تقرير الانفصاليين واليوم جيت عند الانفصاليين اليوم جيت تتلاقى مع الانفصاليين هذه هي الشجاعه ديال الوزير الداخليه ها هي وزير الداخليه هي وز... انا أشتكي انا انا شكريك من بعيد الخطوات ديالك كتجي كد... في السماء علاش تخوفا من عزيمة وشجاعتي الاحرار تخوفا أن... من عزيمة وشجاعة الأشر... الأحرار اللي كانوا تابعينكم كيقول لكم الملف الحقوقي ما بغيتوش تسمعوا وهاربين كالفيران العزيمة ديالنا والإصرار ديالنا ما كيش اللي غير للديور والعربون شفتوه في المسيرة التاريخية ديال يوم الخميس أما ما ينتظركم في الصيف إن شاء الله فهي قوية قوية وأنصحكم بأن تلقدو شويه الماء الوجه ديالكم بتحقيق الملف الحقوقي ونمشيو حالتنا صافي حنا ما بغينا لا نكون نخلقوا دكان سياسي ولا جمعيه ولا حتى شي حاجه حنا يتحقق الملف الحقوقي ونجمعوا ريوسنا ونمشيو بحالاتنا ما طالبينش شي حاجه اللي هي مستحيله وما وش علينا هنايا ما لستم بوطنيين انتم انفصاليين عن هموم الشعب لان الوطن عفوا الوطنية تستوجب كمسؤول أوكلت لك مهمة ما أنك تتواصل مع المواطنين ماشي تنفصل على المواطنين إذاً صدق فيكم قول الأمير رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أرضاه هل أنتم حكومة أم عصابة ولكنكم عصابة نعم لستم إلا عصابة وتحملوا مسؤوليتكم وإلى مزبلة التاريخ أيا يتبسو ما أنا تما سمح الثاني لأنه السي ورخص الدارجة لأنه يسعد المغالطات ما لأنه إلى 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 تما من الفرصة أن أنه السي ورخص الدارجة حما تسعد تسمى المخلص قال الرسائل المغلوطة هاي <applause> ثمثنا شوي ثمثنا نشي المعركة النغ تستمر المعركة النغ ذقوا وإن شاء الله القمم مياغة ونحقق المي في الحقوقي هنا يوسين ذانيتي يوسين دراز الحراك ودوسين شيء المي الملف الحقوقي وسين ذلك ما يسمى بالمناره المتوسطيه من تجلصات بومبيه وكذن زاكم كل نوايا يسمى كوروبا نهار تغا الهوي مذانيتي توقع مسيرة مغار ونهار مرا من في قويات النيغيش كامل كي تجان كوروبا الهدف نسن انه هو شوهن والرسول صلى الله عليه وسلم قراك من لم يهتم بامر المسلمين فهو ليس منا اني تخرسن داخلية الداخليه زي المخابرات احما من الحركه ونيتي ولكن واش الزمان لان شي عهد الله تعالى عهد الاحرار والحرائر نستمر نشي المعركه لنا اكر مخزن معركه لنا اك سياسه المخزن نزلوها حق الملف حقوقي مي كنطالب مستشفى جامعه مطالبه ادارم ثمور عباد الله يوكل هاد الحرب اللوبيات اللي كيتا كان مخلص قاني سلمى السنتي موي حتي طاو السادين يقنبذو اني قال نضني تقنعه ما سيدي ايتك اربع عرف فرانك نقارصنا هذا نك الجامعه هذا نك السبيطار لانه شي تاعنا غنغيو ولا نقطع على السرطان وما لا يكون شي الدوله وخشيتك اذا جاتك اللوصه باش هاد السيف يضرب شي غرام ني عفانا زي الخليج كي تختصر ني حاموش نكو حنا في الزنكي المواطن ثماثي الزوذي سغبلان ثماثي تافي تغنى ما غالي انه وكان ذي مورين وذي تغيما يجن يجن يجنين الدكوح هاقا مين نزو ونزو بوش الحس مستحيلة ولكن ينطل وصع الخنق تشتاح الخنق هنا تجمنانو ورزون شي ورزون شي هذا حق المنايا لذلك نشيمين رزو نزو هذا نحق الميل في الحقوق ديك سيس المطالب عادي لو مشروعك واش نحاش مستحيله سويني الدوله يا ثانيتي رفع يا كي نور تما كاش كاش تبوسا خنا كنيو بعدا غادي نعاشين التاوين زوروبا ثانيتي مريت غنخرج الجن ثانيتي هاتا في نعامه سيدي كلشي خدم كلشي وذي تخسر خير ولكن ختي انت وين انت مو كامل نوض نتبوسا خنا ضد جمنا نغدانيتي وقالكم يا يثما انه الشين المعركه النار مستمره ما داموا كاين حق الملف الحقوقي الشي قرات ديال الجامعات ني تاوينا نغد الجيش كما نغ المستشفى تاوينا نغد نيتي اي فوق بان اش غاش قاد نغ سيب كدل نشي من الطلب نطالوا مطالب عادله ومشروعه اي منين تشكي دوله الحق والقانون اتف دوله حقانه ولكن ثاني تيه الدوله ذا في ذا وخشيت تحقق ملايا فزو إيري إي... إيه فينو قاشي تزو إيري فينو خدم شي هاتا فيري تتان ذا الأميين في, دمشي... في دتال... دي دي الجهلة هادي تاسنع مسيج سي ها صار باطل زيدا خصني تبوصا أو الله بالله ما ذو ولدي كامل يا, يا مولود حق من في الحقوقي انا راني نتسوق مومنسن الناطق الرسمي سيس الحكومي إنك تسوق مومنس إنك شوف إنك كيوذا في القيمة سيرة سلمية غير السناسر سيفا السن باش هاد حضان البوليس اي <محن> مي يخدم التوي التوي من قوايا ثانيتي مي مي يخدم اختي التاوي نشي نحطاشهم كان المفروض انه كنيو اي بوليس كنيو غادي نحضان دوك ولا شي شكون يحطان كنو تقمع مقنا تما 10 المعتقلين اللي كان حبس رمونكا 10 يوم غام شي فضا حد يسخا شي الخدمه شي قال الشغري استمني في الشارع الشيون تحاوشك الدوله مرو تضرق 10 المعتقلين نيغمورو وخنا غاف على الصلع سكاري يا ثانيتي مع سكار حتى ويا كركالات وتجا غنتاوي نشين ونقرص نيا يثمثنا غسو يثمثنا يكي تجا نقوروبا <applause> اذان ونعرض تضامن لنا كي يثمثن كن نوسيخ فينكم نهاي تاسم تي تيرغاكم شهر تاسم ذا مشي توشادي دي الزنزامات مشي توشا دي الصغامات وخا تاني مذوق الادارات تفتشكم ذا تي تاوين ساعات بلا ميتين يوحلوا شحال ما يزيدوا المسافه

بنام كس الناس كس الناس اللي لبسوا قشلي ناس شجاب يوريخ المنبر ما الرسول صلى الله عليه وسلم مني الله تعالى من الله تعالى قال ولا تركنوا الا الذين ظلموا فتمسكوا النار وما ذاك تسمى الانسان راس مال يخص نحافظ والملائكه ملائكة سجن الانسان ولكن هنا الدوله يا الانسان حطميت طازيط حصاد تخربيط سبوه الليث شتيت تنغيث تخلاف تحتقر الانسان وهذا الزوم هان الصغر هان الصغر الام هذا ما كلشي صغير يوم كيدو ريني انا ضوان سنو خدمه شي فاش طاحت على الجديم ماكدا الزوطه ما طاحت 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 ناي خوغيور هاد القمانغ تما قناك بعادي فيمي صغير وخا عاد البيا يقني الفوش تيقني هاد العائمه وخا البيان هاد الشمويه هذاك البيان وقوم يتوقع ذني الجمعيه الارتزاقيه هذا عادي كنستيو والخش المشكل دار العجزه اللي الفضائح السمين ذني توقع خوت فوندي واش الاقتصاد قليل لا تزام الفضائح كنت الله يرحم القيمه كنت الفضايح عاد السوار نتاع من بيته من زجاج لا يضرب الناس بالحجاره كني ذو ذني كنت تخدم تسجاج والشات يبغى نصوصرو خاص السوار نتاع والاقتصاد من بين غنغشي الاقتصاد دانيتي ايوا هاني راه خرات الازمه مساكن والازمه والاقتصاد بقى الحراك يا يا الاقتصاد السنقه راه المعامل غنغذى الشركات وغنغذى جميع المستثمرين كلشي خدم انت من المنطقه يا مسكينه في هوا اذا من طلبنا لا هذا حقنا المسيره اللي جوسينا قالوا تيلا تهمنا نخسر الانفصال نارا تغسل ربع مليون كيل المسيرة فوق راسي الدولاية من لأن خصنا جار الدولاية ثانيتي أ مستنقع من الدماء ناس جاسك لا مخاصك ولكن في شلاسن في شلاسن لأنه نرمز نسن أن خيار السلمية هو سلاحنا السلمية ذو نرسنا حنا هذا مزة السلمية يا ولا بديل عن السلمية

تما ذا راك غادي نلقى اش كاتي لي حقيقة كي نلقاش كذا انفصالي قاش كزول الفتنة عاد تراجع شارح الفتنة من تاعنا قال ما نقدر نتشارحن هادشي من الطلب وتجي الطلب شي حاجة مستحيلة يا ملي الدولة تخص المواطن هاتا تحقيت هاتا تحقا سي المواطن من تز من يازو هاتا فنا واحد صافي إذا الدولة مادام يتحقق المي في الحقوقي مع العلم انه ميت تنصص ديال الملف الحقوقي ويتكلى شي الدولة شي 12 مغاط قابلين تخسروا الاجهزة القمعية كتازيمي توش تسمى ميزا مزغي غنحقق الملف الحقوقي واش المناسبة انا سيدي نفس الدارجة شوي ماذا بهاد الاجهزة القمعية دابا حرمتوه من الوالدين ديالو ما يمشيوش دو رمضان واحد حرمتوه من مرتو واحد حرمتوه من اختو وخوه وباه وامو حرمتوه من الاصدقاء ديالو كتبتوا عليهم قلتي لهم في صالين بينما المسؤولين فين راكم ساكنين في الفيلات وكتفلاو على عباد الله بالتليفونات سيروا بطول للحسيمه راه كاين فيصاليين والاجهزه القمعيه ما نتوما عاود ثاني كتبوا عليكم قالوا لكم ما في صالين ملي جيتو ما في صالين بلا طالب جامعه طالب مستشفى جامعي مستشفى مستشفى جامعي ومستشفى ديال دي السرطان اذا إذا يا إثما نشيل نشال قسمنا أقسمنا بالله أن لن نتراجع وأن لن نستسلم وأن لن نخون وأن لن نبيع وأن لن نساوم في قضيتنا يا إما أن نعيش بكرامة أو نموت بكرامة ولا بديل عن النضال السلمي السلمية ثم السلمية ثم السلمية فذلك يا إثماء فوز كفوز أنا أنحقق من نزو ونشين إن شاء على الله غرب علينا ضياء وغرموي علينا نحقق من نزو إنسان هذا صبا باش هذا يعيش مستقبلين سكير هنا الإنسان أحمد يعيش المستقبلين سكير هنا نشين نهرى ما ولكن اللي عايش نطوالنا هيا هي وننا نعيش نشين ها مخطو وقع كي فرنسا وقع عند كي المناطق اخرى فون ضحان بصدور عاريه باش اللي عايش باش في فرنسا باش في فرنسا غامي في قلت جي نوسي سي خو شي ناس انت وتشي شي ناس انت مياوها سل ارواح حسن مقابل اللي عايش نطوانسنت

النائب الوكيل العام كي الليله ثني اميره يموت محسن فكري إنك الضمانات هي القانون وما يجي القانون ثمن شهور ثمن شهور عباد الله ثمن شهور اذا سكتي لي غير الانسان من قتل النفس بغير حق كانما قتل الناس جميعا ومن احياها كانما احيا الناس جميعا نغين الانسان نغين نوض محسن فكري بوبري يسحيس الانسان الطيب الا كنتي ناس سلعتي ناس يقرا شنو تي بوبري كيف الانسان الكريم ونسال الله تعالى غيري الى جانب الصديقين والنبيين ان شاء الله يا رب العالمين الا نطرقني المعتقلين المعتقلين تو ان شي حد اعتقل المخزن هذيك تاكل فاريطات دواتون سمح لك تنقي الجوع ايش الحاج وني الانسان يمحز الوجود تسمى بتاتا وكشي ناس من شهور من شهور هيا يسمع من شهور جلول اتهمت اتهامات باطلة لا أساساً من المستحى خمس سنين والدولة يخصصها ترى يخدم هذا سلوش التعويض خل المده يكمر هذا ستقدم الاعتذار أجلو لي شي شيء لي يدافع خل القاضية يدافع خل بوبوليثن يدافع خريف

أو أنتي فوت غير حق ودير فيه شي احما غادي يفتن الفتانين كنيو ولذلك وأنتي مطلوب مطلب استعجالي خصك حتى وانت حادي يخدم راسك قدام الاعتذارين والعائلين اني كان شي بس المنشور ولذلك يا إثمة ها سو فوز كفوز فوز كفوز تا انا نسمو الجزار مخزنا مادام يقعد يحقق الملف حقوقي وكل التضامن هاد المعتقلين قنيطره يدفونا كي نتضامنو اعتقال نزن باش تسلمي الى الدولة ذا في جاب الدولة الارهاب والترهيب للمواطن وكل التضامن ياسين المناضل ابن سوس ابن اكادير الذي تم اعتقاله باش تسلمي لها قرار دولة الترهيب للمواطنين وكبح الاصوات الحرة كذلك نتضامن مع اخواننا في الناظور وفي العروي وفي بني بوفراح وجميع المناطق بدون استثناء اذا يا يتما تحيه اجلال واكبار إمارة رئيس مزنو شو وتضحان من اجل المصلحه العامه والخزي والعار لكل من يساوم ويبيع ويخون لذلك يا يتما نشي معركه نغاق الفساد معركه نغاق المفسدين المعركه اللي راكاينه كيتو شنو هذه دمران هذه خربن الانسان هذه أكل الانسان ثلاث ثلاثا هاي اسمها سنق قنيطره فوند مثلاً انا اعتقل اثنين الطلبه كل التضامن مع عائله واسر الطلبه الذين تم اعتقالهم على خلفيه تواجدهم في الشارع تضامنا مع اخوانهم بالريف تعتقلون الطلبه وهم على ابواب اجتياز الامتحانات ما هذا الترهيب ما هذه الدولة نحمل المسؤولية لوزير الداخلية واجب إطلاق صراح الطلبة بمدينة القنيطرة لأنهم أبرياء لم يرتكبوا شيئا ومن حق التظاهر الفصل 29 من الدستور يخول لهم الحق ديال التظاهر السلمي مشيتو تتقواوا على مساكن على جوج طلبة وهلكتوهم العصا واش هذه هي الرجولة سير اعتقلوا دوك اللي عليكم في كركارات ماشي تعتقلوا جوج مساكن ديال ابناء ديال قنيطره تحيه لاحرار وحرائق مدينه القنيطره تحيه لاحرار وحرائق, وحرائق مدينه الدار البيضاء والرباطة وفاسة وتازه ومكناس واكادير ومراكش وتزنيت واسف وابن ملال وجميع المدن المغربيه الاخرى بدون استثناء على تضامنهم معنا في محنتنا ما يضركم يضرنا وما يفرحكم يفرحنا لذلك من حق إخواننا وأخواتنا في باقي المدن المغربية الأخرى أن تخرج وتحتج ضد سياسة المفسدين والفساد في هذه البلاد نهبتم ثروتنا اعتقلتم الأحرار مارستم الترهيب بحق الشعب كل هذا من أجل أن تعيشون أيها اللصوص دون محاسبة وبطبيعة الحال لا ننسى كل الحرية لجميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم العشرة من أبناء إمزور والبشير بن شعيب والطلبة الذين اعتقلوا على خلفية تضامنهم مع حراك الريف بمدينة القنيطرة أي إثما سو إثما قد يخشون سوطاس قد يخشون التضامنكم التلاحم منكم الحب لكم من المنطقة لكم والمصلحة إبيك الجميع وتجي شي مصلحة اللي أوية أو من أجل تحقيق مآرب شيطانية إذا أنا ما ما نشي نهارا المعركة من أجل الكرامة لذلك نقاي الدولة يا يخصصة المعتقلين العشرة وتضرق البشير بن شعيب وتضرق جميع المعتقلين السياسيين يجب اعتقال المافيا واعتقال الحكومة وليس اعتقال من يخرج ويطالب بحقه ما جدوى ان كان الفصل 29 يقر بحق التجمهر السلمي اذا كنتم تعتقلون الناس لانهم يطالبون بحقوقه لماذا هذا الدستور؟ علاش هذا الدستور هذا؟ علاش؟ اذا كتمنعوا المواطن باش يحتجوا لذلك يتمسوا ثما ما قضية خشمهم وش المعركه المستمره ما دمنا هو داخل العصابه هي ثاني هو داخل نخطحش نو تحيه اجلال واكبار لجميع الاحرار والحرائر في جميع بقاع العالم بدون استثناء وكل من يتضامن مع الحراك الشعبي الحضاري السلمي الذي اعطى دروسا في النضالات السلميه تحيه اجلال واكبار باسمي وباسم نشطاء الحراك الشعبي هنا بالريف نو يا ااسما تصبحون على خير قدرشكم صباتاس